اوكي طبعا هذه المشاريع اللي انت لازم تسويها البروجكتس. There are a lot of projects available inside Stronghold approach, each one to see it, its requirements and yours. لازم يعني تجمع الاشياء هذه الظاهر زي الكولكتبلز وتشوف عاد ايش الجوائز اللي ممكن يعطونك اياها، ايش البونسز، ايش الاشياء هذه. خلنا نكلم تشامبا كده، الظاهر هو عنده نيو ميشن او ويستلاند نيو ميشن. Let's start this mission. The Dinky D? The Dinky D. He made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah, burnt to a crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Okay, Dinky D. زي ما توقعت Wasteland Mission. دينجري خلينا نشوف الخريطة وين المشن بالضبط. اوكي Wasteland Missions Deep's Territory Chum's Hideout. Deep has a new Wasteland Mission available. Drive to Chum's Hideout. اوكي Vintage outposts, threat camps. We're gonna build this, Jack. We'll need to lower the threat. Stock up on scrap. Yeah, a good plan. We should venture to the south, I think. Where Scrotus is. يلا المشورة لسه بنرجع. Chums head out. Reduce threat in Jeep's territory. Okay, هذه المشن الرئيسي. Story mission. نشوف كيف نعطيها reduce. اظن قصهم بالريديوس انك انت يعني تخفض مستوى الثريت زي ما قلت لكم سابقا، يعني اي سكيل كرو اني ثينج فجر وعدل. هذا واحد بتلاحظون الحين مستوى الثريت بيخف من 5 إلى 4، ما خف واجد الحين لانه يبغاني في ثريتس واجده من سكيل كروز، من كونفويز، من سنايبر زي السنايبر هذا اللي انا الحين لازم اقتله طبعا. الاشياء هذه يعني مثل السنايبر هذا طبعا جاي في مكان غلط. في الاويل بومب هذا لازم طبعا افجر هذا عشان النيران اللي طالعه هذه ما عندي طبعا ادخل باي طريقه يعني اللي افجر. اوكي المصيبه مو بهنا، المصيبه ان يجونك كونفوي. لا لا فت عليك. الله العظيم استغفر الله العظيم. ما بده ذا الجيت. اوكي الجيت يا الله، والله انا مو برايق لك، والله انا مو برايق لك يا اخي، حل عني يا اخي. اوكي هذا قال لك انه هو قاعد فوق وانا مو بشايفه حبيبي. على طول بالهاربون خلنا انزل اتفاهم معهم واحد واحد. هذا الاول انا استمتع لما قلت للناس هذول، استمتع لما قلت لهم بالايدي المجرده. هذا الثاني جاء متحمس، جاء من موتر ونازل شافني مو معطيه وجه الا بالقوه يا اخي بيحشر نفسه. خلنا نرقى السلالم هذه. شوف اذا في سنايبر، في احد؟ ما في احد. اوكي عشان اضمن بس لا يجي يطلق علي يزعجني. خلنا ناخذ الفيول هذه نشوف عبي احسن شيء، لان لا نقص عليه بنزين وانا في الخط مقطوع. يلا يلا خليني اخذ هذا معي بس عشان اولع ولا اسوي شيء. اذا جاني احد الله العظيم ما خلاني. كنت بولع برمي فيهم بس هذا الكلب الثاني اللي جاي معه عجره الظاهر انه ما بيخليني في حالي. هذا هو جاي شكله بس تمكن مني. والله توقعت، والله العظيم اني توقعت هذا ما مات يا عيال، والله اني قتلته. شوف كيف جاي، شوف كيف جاي. يا الله ودك تتفاداه بس خلاص انت انحطيت في الجك يا خويي. عرفت يوم تنحط في الجك؟ سكراب 1 out of 7، باقي 6. خلنا نشرب مويه استرجع شوي الهيلث اللي ضيعوا لي. يا الله يضيعهم. يلا كويس يعني معي بنزينه، معي نص مويه، اموري في السمباتيك يا ولد. خلنا نزرف هذا.
ترى يا عيال انا قاعد العب على السريع، يعني يمديكم تاخذون العجرات هذه اللي مع الخنازير اللي يطقون وعادي، يعني خلنا ناخذ لي هنا طلقات وعادي تضربون فيها، بس طبعا ما بتدوم معك وتتكسر. انا اخذ المويه منه، المويه والسكرابس والبنزينه اهم ثلاث اشياء لازم تاخذ بالك منهم. ما في مكان. اوكي خلنا نفتح الباب هذا. كيك اوبن جود. والله في وور كرايا هذا اللي يجيب العيد يهيض المقاتلين ويشرموني في النهاية. الثاني هذا جاي ومعه شيء ولا جاي بالحالة. اوكي ابى اضرب مين ولا مين يا عيال؟ وش الغش هذا؟ والله العظيم غش. ويجي الوور كرايا هذا ويهيضهم بعد بزيادة. هذا جاني بعجرة، هذا جاني بساطور. خلاص ما بقي الا واحد اصلا، هذا بس لو جيته انتهيت منه. الثاني بس ضربة واحدة. لا يا عيال ما اتفقنا كذا، انت باقي لك شوي تموت بس. والله الورك راير هذا ابغى اتفاهم معه صراحة، لو اعرف بس هو في له مكان. ايوه اديله مرسي، اديله ما اقولكش. اوكي الباب هذا لازم يتفجر طبعا من البنزينة، طبيعي وبديهي جدا. بوم. اوكي خلنا ناخذ السكراب هذه. وين راح الباب اللي جيت منه؟ خلنا نشرب مويه بس. يلا 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 عارف، كلنا عارفين بتيجي للنص. ايه بتيجي للنص، كلنا عارفين اللي فيها. هذا الدينكري الطعام برضو يعني يمديك ترفع منه الهيلث. Eat food to quickly restore health. اخذت لي الفيولة هذه، اذا جاني احد بفجره على طول. والله ولا اقل خل اكسر الشر بس. مسكير قاعد تناظر ما ادري وشو. خليني اكسر هذا ولا خل بس. والله دائما يشغلونك، ودك تسوي شيء وتلقى نفسك قاعد تسوي شيء ثاني. اوكي الى الان امورنا في السمباتيك، ما حد تعرض لنا الى الان، الامور تمام. نرجع ناخذ الفيول هذا نشوف اذا طلع لنا احد، اذا في باب لازم نفجره نتاهب. دي مشكله ممكن تصادفنا. خلي ارمي اشوف يمدينا افجر اويل بامب هذا ولا لا. لم تضبط معنا، يبغاني الا اروح جنبه عرفت. نجم انجين ولازم يكون في فيول هنا اخذه، ولازم يجيب لي هذا هو الفيول، لازم يجيب لي انه يعني ايوه لازم يجيب هذه اللقطه هذه ان انا حطيتها ورجعت ورا عشان ابين لك انه حقيقي. اوكي بوم بوم بوم. اويل بامب كامب هولو بوينت ديسمانتلد. اوكي الظاهر ان الحين بينزل معي الثريت ليفر الثريت ليفل من 5 إلى 4 يعني تقريبا هذا اللي كانوا يبونه. خلاص خلصنا من الاوبجكتيف هذا، نروح ل find the quiet car body. صراحة أنا بس كذا قاعد إيش أطقطق على نفسي، رميتها وأبي أفجرها يا أخي. والله طفشت. لا الشيء الحلو إنك إذا أخذت الفيول ترجع من مكانها، يعني اذا يضمن لك اذا ضيعتها يمديك يعني ترجع ايش تفجر. خلنا نطلع من المكان الكئيب هذا، كاني شايف لي هنا. ايوه انا شايف لي هنا انسجنيا، وش اسمه ذا سكارترس انسجنيا. سكارترس انسجنيا
ألقى السلالم. في سلمة ثانية هنا خلنا ألقاها. هذا الستارترز انسجنيا الثالث أظن هو الأخير. كذا انتهينا من السجنيوز. في الزيب لاين خل أنزل. هذا طبعا الخشبة هذه فيها البروجكت بارتس، الأشياء اللي كانت فيها البروجكتس. كذا طبعا أنا خلصت من البروجكت بارتس. لو رجعت للسترونج هولد ناخذ السكراب هذه، لو رجعت للسترونج هولد أنا يمديني أبني مشروع جديد، مشروع موية أو مضخة. هذه طبعا بتفيدك الأشياء هذه. خل أشوف وين الهامة. أوكي هذا الموقع الجديد، خل نحدده. أوبس بالغلط، هذا الموقع الجديد. اوكي طبعا اللي اخذت هذا البروجكت بارت هل تاخذ معك طال عمرك وتروح السترونج هولد حق الجيبس تشيرتوري، تروح هناك تروح تبني لان البارت معك كامل. خلاص تروح تبني، ممكن تبني لك مضخة زيت، ممكن هذا، بحيث انك اذا رجعت بعدين للجيت تشيرتوري جيبس تشيرتوري خلاص يتعبى معك ال يتعبى معك البنزين فل، بدل ما تروح تدور كل شيء على الفيول وهذا وبس. انا شوف الدنيا اصل لهذا ولا ما هيدي. اوه it was so close، شكلها لم تضبطوا معنا. خلنا نروح نسحب عليه، اصلا مو مهم ولا هو ضروري. اذا لقينا قدرنا قدرنا، اذا ما قدرنا لا يكلف نفسا الا وسعها. خلنا نشوف هذه يمدينا عليها ولا ما يمدينا. اوكي هذا سترونج سكيركرو ما يمدي يعني. اوكي ليفل 3 هاربون ريكوايرد، ما ينفع. والله الليلة طويل ذا، يبغاني اجي اكسر اكثر من مرة. طبعا لو تبون تعرفون ليه ما جيت معي مع الهاربون، الهاربون طبعا يبغى له شو اسمه ترفع الليفل حقه، عندك 6 ليفلات وكل ليفل طبعا يحتاج له سكراب، يعني سكرابس معينة، يعني من 1000 سكراب، 1800، 1000 و 2000 وهكذا يعني. إذا بالك طويل تروح انت بعدين براحتك تجمع السكرابس هذه تسوي لها ابجريد. اوكي وصلنا المكان المنشود، بس طبعا ما بيخلون اوب 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 ما بيخلون بحالي، لازم يجيبون لي ناس، ما بيخلون اخذ الكار بوري كذا يعني بارد مبرد. يلا خل نتقاتل بالايدي المجردة ايام زمان. هذا اللي نخاف منه لماع العجرة، والله العظيم هو اللي تخاف منه. صح تخاف منه السح، ما بقي الا ذا. خلاص مات يا ماكس مات. خلنا ناخذ منه بس، نزرف منه، ناخذ لنا الشورجان هذا الكاباري. خلنا اسوي طلقة. ايش هذا يا مدير؟ اطلق عشان يجيني الشمبكر ولا اعلم على المكان هذا. اوكي شوفل فيس كاباري انلوكت، collect a total of 400 scrap. طبعا خلنا نشوف هنا. اوكي ماكس ابغى السيارة، خلنا نشوف وش لازم اغير وش لازم ابدل، بلا بلا بلا. كار باري هذا شوف فيس. اوكي زيرو سكراب نيدد كده. الحين عندنا الجديدة هذه. اوكي سكراب اللي يبغونه مني collect a total of 400 scrap، يبغون يجمع 400 scrap عشان اسوي شيء معين الظاهر، بس ما ادري وشو. The engine upgrade Bentayne V6 for the jack is ready to be installed in the garage. The exhaust upgrade baby exhaust for the jack ready. اوكي هذا طبعا قاعد يقول لي اوكي في project party، قاعد يقول لي ان في اشياء صارت انلوكت هنا عندك، في صارت مفتوحة عندك يمديك تركبها. طبعا مو ببلاش، لازم يكون عندك سكراب معين بقيمتها، يعني شغل الصناعية، شغل التشليح، شغل ابويا من يعني تمشي هنا وتدفع، تدفع يا ابن العم. كيف تشتي انا اساعدك وانت هكذا تدفع يا حبيبي. ولا ما بتدفع بالفلوس، لازم تدفع بالسكراب، شيء مقابل شيء، وهذا شيء بديهي جدا.
اوكي. لا، الاحجار هذه لا يا اخي. طب ليش الهاندلنج سيء؟ ليش مو معطيني شيء؟ وين حقوقي؟ انا ترى بني ادم يعني. اوكي وصلنا تقريبا او لا لسه؟ والله باقي. يا والله باقي. راح كنت ابغى بالسكير كرو هذه. اوكي خلينا نشوف. لا يطلع لي سترونج. شيله يا مدير. اوكي نزلت الثريت شوي، بس هذا مو موضوعنا. موضوعنا طال عمرك ان انت لازم ايش تروح وتجمع لك 400. والله باقي شوي يعني. كويس انه ما طلبوا مني 1000 ولا شيء، يعني شيء معقول يعني. طبعا ماشي ورا الكونفويز، وصراحة ما ابغى يصير لي شيء، لان اذا لحقوني والله ما بيتركوني في حالي. هم شكلهم 5 على بعض. نيو انمي سبيد ستار، هذا من كونفويز ابليف. اوكي هذا موقع السكافنجرز. للي ما يعرف كيف انه يجمع، اسهل طريقه انك تروح تجمع سكراب، تروح لاماكن السكافنجرز زي كذا وتلقى لك سكراب. احيانا يكون يطلع لك ناس، احيانا لا. بس انا ادري ان الموضوع بالقطاره، بس صراحه يا شباب اللي انا اكتشفته، خلينا ناخذ الامو اللي انا اكتشفته، اذا انتم تدورون على اكبر قدر ممكن واسرع مكان ممكن تجمع فيه سكربس باكبر قدر ممكن، وش فيني قاعد اعيد الكلام ما ادري، تروح للاويل بامب. اويل بامب كامب صراحة هذه اسرع طريقة، لان اقل شيء لازم تحصل فيها من 5 الى 7 الى 12 سكريبس. خلنا ناخذ هذا الهيستوري ريليك. Find 3 history relics, paradise lost, location 100% looted. Okay, leveling up. خلنا ناخذ مكان ثاني اروح اجمع فيه السكربس هذه، اروح اشحن منهم. والظاهر ان المكان الثاني هذا لازم يطلع لي فيه سكافنجرز، يطلع لي فيه ناس لازم اقتلهم، ما بيخلوني يعني اجلي من عندهم كذا بدون اي عنف. لازم فجأة في نيران هنا، ما ادري فجأة لينا في نيران، ما ادري ايش قاعدة تسوي. في نيران ثانية ما ادري صراحة وش المغزى منها، لكن هذا ما بيتركني في حالي، لا هذا ولا الذي معه. هذا السكراب. نيو انمي وور دوغ هذا الثاني. لوكيشن 100% لوتد. صراحة ودي افقع منه، ما ابي اطاق معه، ما ابغى اركب موتر. ومع السلامة، كل واحد موترة وبيتك بيتك يا حبيبي. لكن خلنا نطلق على هذا عشان ايش ما يلحقني بالموتر. هذه جديدة علي والله. يبديك تاخذ سكراب وانت قاعد تفجر الموتر يعني، بس النيران هنا شرسة، ما حد بيخليني في حالي. لا 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 لا. والله العظيم ما كنت ابغى اطاق معي، بس ابغى السكراب. I'm so desperate man. يا الله 5. يلا 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 خلنا نقتل منه. من حطينا في الجك يا اخوي، ما شاء الله قاعد عند النيران ولا تأذى. شوف 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 هذا الكلب بيبي ايش بيحشر لي عشان خوي يجي يطاق معي. يلا يا بابا قلت لي انت وخويك، ولا انت اللي باقي بس. هيفي سترايك، يوز هيفي سترايك تو بريك ان انمي بلوك. مع السلامة. اوكي 376. نفجر هذا الموتر. لا والله في فيول بعد، في سكربز يعني. امنت نفسي يا خوي. اوكي خلا اشوف لي مكان ثاني. اويل كامب لا ما ابغى مشاكل، ابغى السكافنجر. ايوه هذا المكان كويس، خل نروح له. الظاهر ما بقى الا 20 سكراب، ان جمعناهم خلصنا الموضوع حقنا.
ما بقي الا اثنين. تشين سترايك سترايك. اوبا 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 الحركة الطلقة في البطن يا مدير. خل نجرب ذا، خل نشرب موية. اوكي السكراب عندي مبين هنا طبعا كمية سكراب، انا ما ادري صراحة. خلنا نشرب موية وعبي لي موية بالاول عشان هذا حق بعدين، يعني لو تشتي تشرب الماء وترجع الهيلث. اوكي جود، خلنا ناخذ سكراب 95، باقي 5 ظاهر في سكراب ثاني. خلنا ناخذ البروجكت بارت هذا. باقي الثاني هنا يا معلم، الظاهر ان كملنا 400 سكراب واكثر. لوكيشن 100% لوتد. ماجنم اوبس، يوز ذا جراج تو انستول ابجريدز فور ذا جاك. خلينا نرجع الموتر. اوكي هذا الموتر، خلينا نشوف الجراج عندي طبعا. وش يبون هم؟ يبون الانجن هذا ب 100 سكراب. بنتم في 6 انستولد. Exhaust 300 سكراب. اوكي سكسسفل انستولد. خلنا نشوف الحين، الظاهر لازم ترجع للجيتس تيريتوري او something like that. I don't know yet. بس خلنا نشوف هنا عندنا. اوكي يبغوني اروح للجود جاش. هالي كامز جاست ادد 40 سكراب. اوكي شكرا النيران الصديقة اللي قاعدة تعطيني، وأنا عارف إن الله نيران ولا بطيخ، الجهاز نفسه قاعد يعطيني. خل الحين طبعا لازم يبغوني ما أرجع للجيتس تيريتوري، يبغوني أروح للجود جيش سترونج هولد. بنفتح منطقة جديدة، خلنا نشوف إيش عندهم ما عندهم من مهمات جديدة. وطبعا ما في أحد بيدخل جدارة لله، يعني لازم يطلب منك طلب، لازم يعني يدور من وراك مصلحة. أما لا يا عم، الدنيا كلها مصالح يا عم. أنت رايك يا عم الحاج أنت يا عم؟ الدنيا كلها مصلحة يا عم، سبوب على مصلحة، فاهم أنت إزاي؟ يلا هالطريق سالك كأنك ماسك خط، عرفت؟ بس الموت يشتكي شوي صراحة. ودي اني اعدله واسوي اشياء، لكن بتكلف والله تكلف، في الحقيقة تكلف، وفي الالعاب تكلف، في الخيارات تكلف. خلنا نشوف يمدينا نطلع فوق ولا ما يمدينا. اوبس اوبس، قد قريب والله والله، قد قريب قد قريب، لكن المصمم كلب ما يبغاني، ما بتضر. بس صراحة خلنا نشوف يمدينا نلف من هنا. هذا اذا هذا سترونج سكيركرو ويك. اوكي كريت لورد جود جاش تيريتوري نيو بايو جود جاش تيريتوري. دخلنا المنطقة عندهم، باقي بس اوصل للنقطة الخضراء اللي طالع عندي في اقصى الشمال عندي في الخريطة. شكلها في ملف يسار، تامها على اليسار، وانها الطريق جاي سالك. باقي والله ما مبين عندي. الله شكلها الطريق سالك، وهذا مبين عندي في نقطة خضراء. خلني بس بالمرة اخذ السكير كروب هذا على الطريق، اذا كان سترونج ما يمديني صراحة، اذا لا خير وبركة. ويك سكير كروب ثريد لورد. ايش هذا يا عمي؟ كل ما اجي اخلص شيء بس تعطوني مسحة من ذا من الثريت لورد. ليش يا اخي؟ اخ وصلنا المكان المنشود.
تكفى لا تقولوا بتسوون نفس الدراما اللي صارت في الجيتس تشالنج. يا الله بس المرة هذه جيب كيف ماكس بسك لك المسدس الأهم الشيء نظام ما نبغى نتدلل عندكم زي ما تدللنا. الله وش ذا الشايب ماشي على العكازة. لا مربي الذقن أمورة واضحة. Who could forget that whimpering and the devious suckling face? Oh, dead a dozen. I'm a sucking face. أجل وش في شكلك؟ ما شفت شكلك بالله عليك. تتكلم علي أنا؟ أنا أوسم واحد في اللعبة يا رجال. So pitch me, little man, for I'll make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. يا كفو التعزيز تشاب باكيت كفو. Then I offer to you these hands of a والله بلاك فينجرز من جد. شنو عن شكله والله يجي منه تشام باكيت هذا. يلا قل شيء بس ادري انك بتاخذ الديل في النهاية. تقدر تسوي عليه انت وجهك. One chance for me. Thanks me. اوكي جارجاش سترونغ هولد تم الديل بنجاح.